السلام عليكم، دلوقتي شوف مع برنامج اليوم من ار تي ديزاينر ان انا عايز اضيف مثلا شجرة بالشكل دوت، وعايز مثلا ان انا اضيف لها صوت، فاقدر ان انا اضيف لها صوت مثلا طائر بالشكل دوت واكبرها مثلا. طيب لو انا عايز اتعلم فيها فقلت بدي تدور على التحكم في تعديل في النبات بالشكل بتاعه تماما. بلان فاكتور فكل جزء من الشجر تلاقي ان تحت الجزء هنا تقدر تعدى فيها زي ما انت عايز، تقدر تعدى فيه مشكلة، تقدر تعدى فيه بكتيريا مثلا. هو جزء انا عايز كده هو يبدا يجيبهولك هنا عشان تقدر تحدد انت عايز تعدى فيه بالظبط. تقدر تغير في الماتيريال كل أداء أنواعات الشغل اللي أنا عايز أعمل كده كل ده أنت جزء من الخطوات بتاعك حاجة أنت عايزها تقدر تعدلها هنا مثلا ده الجزء بتاعك خالص تقدر تعدلها. النسخة التجريبية مش نسخة حقيقية.